أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على الدور المهم لمؤسسات التعليم العالي في رفض مختلف القطاعات بالكوادر والكفاءات المؤهلة التي تسهم في مساعي التنمية والازدهار وأشار سموه إلى أهمية مواصلة مواكبة أحدث أساليب وتقنية التعليم الحديثة التي تدعم الإبداع والابتكار وتعزيز دور البحث العلمي في مختلف مسارات التعليم بما يحقق الأهداف المنشودة في تخريج كوادر قادره على دعم افاق التنميه في مساراتها المتعدده. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبيه اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفه الخليفه وزير الماليه والاقتصاد الوطني وسعاده الدكتور محمد بن مبارك جمعه وزير التربيه والتعليم معالي الدكتور سعد بن سعود الفهيد رئيس جامعه الخليج العربي وذلك بمناسبه تعيينه كرئيس لجامعه الخليج العربي حيث حيث اعرب سموه عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تاديه مهامه بما يحقق أهداف الجامعة، متمنيا سموه للجامعة مزيدا من التقدم والنماء بما يحقق تطلعاتها المنشودة ويسهم في مواصلة مسيرتها الرائدة في مجال البحوث والدراسات العلمية المتخصصة. نوه سموه في هذا الصدد بالدور البارز والحيوي الذي تطلع به جامعة الخليج العربي في تحقيق الأهداف والرؤى التعليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إسهاماتها العلمية والبحثية ورفضها لمختلف القطاعات الصحية في دول مجلس مجلس التعاون بالكوادر الطبية المتخصصة التي تسهم في تعزيز المنظومة الصحية لدول المجلس مستذكرا سموه جهود معالي الدكتور خالد عبد الرحمن العهلي رحمه الله رئيس جامعة الخليج العربية السابق ودوره المشهود طوال فترة رئاسته للجامعة من جانبه أعرب معالي الدكتور سعد بن سعود الفهيد رئيس جامعة الخليج العربي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بدعم جامعه الخليج العربي وتعزيز دورها التعليمي معربا عن تمنياته لمملكه البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار